حنشوف مع بعض اليوم عسر الهضم والامساك ورمضان. اول شيء طبعا لانه عندنا نمط الحياه يتغير، يعني بدنا ناكل احنا بس بالليل ودنصوم بالنهار ما ناكل ولا شيء، فلانه لما الجسم يتاقلم يعني ياخذ من 4 إلى 5 أيام، فالشخص يقدر يحس انه عنده امساك وعنده عسر هضم. ثاني شيء عندنا قلة السوائل، لأنه نشرب سوائل أقل وخصوصا أول أيام وخصوصا المي. ثالث شيء عندنا قلة الحركة، لأنه من نتحرك بشكل كبير مثلا النوم يجوز أكثر، هذا الشيء يقدر يعطينا، والحركة مع الأمعاء تصير أقل، فهذا الشيء يقدر يعطينا عسر الهضم. ورابع شيء طبعا عندنا التناول قلة الألياف. الألياف طبعا خصوصا الخضروات والفواكه دائما ننساها مثلا برمضان أو نتناول أقل، لأنه أكثرية الناس مثلا يقول لك ما عندي وقت. الحلول مال الإمساك شنو اللي لازم نسوي؟ أول شيء نحاول أنه ناخذ لترين من المي باليوم، خصوصا المي، ولكنه إذا ما نقدر فنحاول أن ناخذ زهورات، شاي مثلا يقدر يكون شاي أخضر أو شاي عادي. ثاني شيء الحركة جدا مهمة، ولو 20 دقيقة أو 15 دقيقة ولو يكون مشي عشان الأمعاء عشان الحركة مالتهم. ثالث شيء نحاول ناخذ فواكه وخضروات، مو بس ناخذ نوع واحد من الخضروات، يعني مو بس سلطة كل يوم، مو بس خس، لأنه الجسم يتعلم على هالنوع من الألياف، نحاول ناخذ غير نوع من الخضروات، يعني ننوع الخضروات والفواكه. وبعدين طبعا نمط الحياة رحنا نتأقلم على الليل والنهار مالتنا رح يكون عادي. والناس اللي عندهم امساك يكون اكثر من 3 أيام 4 أيام يكون افضل انه ياخذون ملين عشان يصير عندهم كومبليكيشن، يصير عندهم مشاكل مثلا مثل البواسير. اوكي، هنشوف اليوم مع بعض تقلبات المزاج في رمضان. طبعا احنا حكينا بحلقة